مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من احكي لي عن بلدي. وما أجمل أن نحكي عن بلدنا فلسطين. اليوم في حلقتنا هاي حيكون عندنا تاريخ، ثقافة، حضارة، جمال وشغلات عمركم ما سمعتوا عنها. حنحكي عن منطقة غريبة جدا في فلسطين، بس عشان هيك جبنا لكم شخص من داخل فلسطين، من أرض فلسطين الحرة الجميلة. خلينا نرحب أنا وياكم بالأخ زهري عيسى أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك أخ زهري. أهلا وسهلا أخي دكتور جمال، حياك الله. أهلا الله. وسهلا فيكم. أنت أول مرة بتطلع معنا، فبدي أعرف الجمهور فيك. الأخ زهري هو مثقف وباحث فلسطيني وباحث في التاريخ الفلسطيني، أكاديمي، يعتبر من مروجين للثقافة والحضارة والتاريخ الفلسطيني. سمعت منه الكثير عن طريق تطبيق الكلب هاوس، ولم يسمع أحد إلا قال له يجب أن تقوم بعمل سلسلة. وعلى هذا إن شاء الله سيكون معنا الأخ زهري في عدد من الحلقات، إن شاء الله نقدر نغطي كل القصص اللي عنده ونتكلم عن حكاية بلادنا اللي للأسف بعض الكتب لم تؤرخها، بعضها مؤرخة ولكن ليست كلها. أنا بديش أحكي كتير اليوم، عندك أنت في مكان رائع، احكي لنا شوي عن المكان اللي أنت موجود فيه عشان الناس تعرف شو الجو اللي أنت موجود فيه. أخي دكتور جمال، أنا أول شيء على جنب المسجد والأذان، ما شاء الله أذان المغرب توقيت القدس. اللي كنت بحكي مش كل المقدمة سمعتها صراحة، ولكن أنا متأكد أنها مقدمة لا بأس، وبالعكس أنا مبسوط جدا أني أكون ضيفكم اليوم. المقدمة تعيتي بسيطة جدا، كل فلسطيني يعيش في فلسطين، فلسطين داخل التاريخي، هو إنسان يحمل تاريخ وهموم هذه الأرض. السبب بسيط جدا، الصبح بتكون انت على شغلك، بتروح على شغلك، وانا راح احكي باللهجه العاميه الفلسطينيه، اسمحوا لي. هذا بدنا اياه. انا راح بدي اتكلم باللهجه الفلسطينيه العاميه، لانه مش بسبب اني ما بقدر احكي فصحى، وانا صريح العباره انا متكلم بالفصحى بشكل سلس، ولكن اسمحوا لي احكي باللهجه الفلسطينيه الصريحه. يا جماعه الخير، احنا بنقوم الصبح بنشغل السياره او بنروح مشي على شغل، مش مهم وين الشغل، كان في خارج البلد، في أطراف البلد، كان في تل أبيب أو كان في حيفا. فأنت بتمر في خلال ذهابك، خلال مشوارك وروحتك على الشغل، بتمر في مناطق فلسطين التاريخية، بتشوف المساجد اللي هي المساجد المهدمة أو جزء منها مهدم، تشوف المقابر يعني لسه الأسماء على الشواهد تحيات المقابر موجودة، صحيح الشخص أو أقارب الشخص نفسه ما بتعرفين وما وصلت لهم، ولكن الأرض بتحكي لك والله يسمع مين أصحاب الأرض. يعني أنا مثلا يوم تروحت على سيدنا علي اللي هي بلدة الحرم، المقابر لسه مكتوبة أحمد ومحمد ومصطفى واسم العائلة حسين وسالم وسليم وسليمان. فبغض النظر مين اللي ساكن هناك، الفلل والقصور بالأخص اللي أغنياء اليهود، ولكن أنت بتحكي أنه فعلا يعني هذه أرضها، الأرض إلها أصحاب جزء منهم الله يرحمهم موجودين، لسه موجودين. ها أنا أعتقد أنه الأحفاد والأبناء لا بد أنهم يرجعوا، لا شك وفيش عندي شك أنه راح يرجعوا، لأنه مثل ما أنا بمر على الطريق وبشوف بلدات عربية وبشوف كرة عربية وبشوف أثار عربية، يا أخي شجرة التين والزيتون اللي طلعوها وزرعوا على جنبها شجرة الكينة مشان تموتها أو تمتص الماء من الأرض وتقضي على الشجرة هذه، أو تغطيها مشان وإحنا ماركين في الطريق ما نشوفش شجرة الزيتون وما نشوفش شجرة التين. ولكن الحمد لله رب العالمين في إشي اسمه صبر، سمعته في الصبر عينه قوية، عينه حمراء أو عينه بيضة، في كثير في 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 بلاد بيحكوا عينه بيضة وفي بلاد بيحكوا عينه حمراء، أنا بحكي إنه عينه قوية. ليش عينه قوية؟ لأنه الصبر حتى لو تقطعه وتقيمه
واحيانا بعد مرات بتحرقه، ولكن ينبت بعد شتاء او ثنتين، بعد شتوي وثنتين على فكره بيجي الصبر وبيطلع وبقول لك انه انا ان هنا. كيف ان هنا؟ يعني انه هان كان في ساكنين ناس اهل اصحاب الارض، واحنا بنتكلم لغتهم واحنا بنعرفهم، الارض بتتكلم لغه عربيه، يعني الشواهد الكبور بتحكي عربي. طبعا انا اليوم توصلت مع دكتور زهري. نعم. انت حكيت لي قصه انا بدي الجميع يسمعها، عن قرية فلسطينية حماها من التهجير بعوض، البعوضة حمت أهلها من التهجير. أنا محضر شوية صور والمكان وإنت بتحكي حعرضها، فأنا بدي أسمع منك، تفضل. طبعا حقيقة بعد ما تواصلنا مع دكتور جمال سمع بعض القصص والروايات اللي هي شفوية منقولة بشكل شفوي عن قصص فلسطين وقصص الساحل الفلسطيني. أنا اليوم حبيت أحكي لكم عن قرية جسر الزركة. جسر الزركة، أو يعني تعرف فلاحين بيقولوا جسر الزركة بالكاف، وفي في لهجة فلسطينية بتقول جسر الزرقة. إحنا رايحين نقول جسر الزركة ليش؟ لأنه أهل جسر الزركة بيقولها اسمها جسر الزركة، حتى اللهجة الفلسطينية الفلاحي أهل جسر الزركة بيحذفوا الهمزة من الآخر. في كل الأحوال جسر الزركة هي البلدة العربية الوحيدة اللي ظلت على ساحل فلسطين وبقيت على ساحل فلسطين. طبعا إذا استثنينا طبعا قطاع غزة، ابتداء من شمال جباليا أو شمال غزة وين جباليا حتى الحدود الفلسطينية اللبنانية عند رأس المكورة، جسر الزركة هي البلد العربية الوحيدة الموجودة على شط البحر بشكل مباشر. يعني في شوية بلاد عربية قريبة على البحر ممكن تكون بعيدة 4-5 كيلومتر، ممكن تكون بعيدة 20 كيلومتر، ولكن البلد العربية الموجودة بشكل مباشر على الشط وعلى البحر والأمواج البحر تلامس بيوت هذه البلدة هي جسر الزركة. يعني أنت بتقصد عربية كاملة العربية؟ طبعا هي كلها من ساسها لراسها عربية الحمد لله. أوكي. كلها عربية، وقصتها قصة عجيبة غريبة. ممكن أنه جزء كبير من أبناء الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه جزء كبير من العالم العربي وكل العالم ما يعرف ما بيعرفوا شو قصة جسر الزركة. جسر الزركة هي بلد لم تهجر ولم يقتل أهلها لأسباب غريبة يعني. هسه راح أحكي لكم، ولكن قبل ما نحكي لكم شو السبب، خلينا نحكي لكم انه احنا بنواجه الصهيونيه اليهوديه العنصريه اللي بتشوف الاخرين هم خدمين وعبيد وما الى ذلك من صفات الدنيويه اللي بيوصفوها في كل شخص غير يهودي وغير صهيوني. في منطقه جسر الزركة بعطيكم شوي لمحه عن الجغرافيا. جسر الزركة موجودة على البحر. الجغرافيا الفلسطينية هي الكل ما تكون هي إنه في سهل ساحلي في الجانب الغربي من فلسطين، والفكرة بتقول والجغرافيا الفلسطينية بتحكي إنه كلما اتجهت شمالا كلما ضاق السهل واقترب الجبل من البحر. هذه موجودة في فلسطين، هذه جغرافيا فلسطين. يعني احنا بنحكي عن السهل الساحلي في فلسطين في منطقة غزة، المسافة بين البحر وبين الجبل ممكن توصل 40-50-60 كيلومتر، اما المسافة بين واذا اتجهنا شمالا راحت كل المسافة بين الجبل والبحر حتى حيفا هناك راح تكون المسافة بين البحر والجبل صفر. يعني بالكاد في طريق بتمر هيك طرف الجبل عند حيفا والبحر يعني ملاصق للجبل. بعد حيفا في هناك طبعا سهل الساحل الشمالي لفلسطين واللي هو بيمتد من شمال حيفا حتى راس النكورة، والتدريس والفكرة نفسها انه كلما اتجهت شمالا راح يكون الجبل اقرب للبحر. فجسر الزركة هي نوعا ما في منطقة اللي محصورة بين موجودة على شط البحر، والمسافة بينها وبين جبال الكرمل أو بالأحرى المنطقة الجنوبية من جبال الكرمل هي مسافة قصيرة. يعني المسافة بين شط البحر بين الرمال البحر والأمواج وبين بداية جبال الكرمل الجهة الشرقية لا تتعدى 5 كيلومتر، بالكاد توصل 5 كيلومتر. وأنتم بتعرفوا
إذا بتعرفوش يعرفوا إنه فلسطين بلاد خير، بلاد خير جدا، يعني فيها مياه، فيها أنهار، فيها كميات أمطار جدا ممتازة. اللي ما بيعرفش يعرف إنه مثلا الساحل الفلسطيني حصته من الأمطار تساوي تقريبا أكثر من الساحل الإسباني، وأكثر حتى من بعض السواحل الأوروبية اللي مشهورة بالأمطار. في كل الأحوال المسافة اللي بين جبال الكربل وبين البحر هي مسافة 5 كيلومتر، وكان منتشر فيها المستنقعات. في هناك أنهار، في مستنقعات، وفي كثير مياه موجودة ما بين الجبل والبحر. هذه المستنقعات فيها بعوض، فيها أمراض، وطبعاً في كان قسم جزء منها كان يستخدم للزراعات اللي بدها كثير مية. وأغلب الأحيان المياه اللي كانت موجودة في المستنقعات كانت موجودة طول السنة، لأنه مثل ما حكيت لكم جبال الساحل الفلسطيني حصته كبيرة من المي، وتصور إنه في عندك جبال على البحر قريب على البحر، فتكون حصتها مضاعفة من الأمطار. في كل الأحوال بدأت العصابات الصهيونية هجمت على القرى. طبعا الفكرة موجودة عند العصابات الصهيونية إنه كل قرية نقتحمها، نقتل الشباب، نقتل أي إنسان ممكن يحمل سلاح، ونقتل الأطفال والنساء مشان الكل يهرب. إيه اللي ما هرب بنقتله، واللي بده كونا بنقتله، ومنهدم البلد ومنحرقها ومنحاول نخفي أثارها. وهلوم مجرة، ولكن واجهتهم مشكلة. كان في معهم أطباء، وهذه عصابات صهيونية منظمة، يعني إحنا مسمينها عصابات ولكن هي في الأحرى لازم نسميها جيش، لأنه صح أنها كانت عصابات ولكن كانوا يعملوا بطريقة منظمة مثل الجيش. والسبب أنهم جايين من أوروبا، جايين من خبرات في الحرب العالمية الثانية، جايين من بريطانيا، بريطانيا كانت الإمبراطورية رقم واحد في العالم، جايين حتى من ألمانيا ومن روسيا، وروسيا مش قليل، يعني هولندا كانت فيها مقاومة، وكانوا جزء منهم يقاتلوا مع الروس، وجزء يقاتلوا مع المقاومة البولندية، تصور يعني. فكل الخبرات إن كانت هجومية وإن كانت دفاعية كلها موجودة عند العصابات الصهيونية اللي هاجمت فلسطين. طبعاً مشان تأخذ فكرة برضو أحسن، الفكرة من إقامة إسرائيل أو طريقة التنظيم والعمل على إقامة إسرائيل إنه أول شيء تعال تنسيطر على الساحل. ليش؟ بدنا إحنا ظهرنا ما يكونش مكشوف. بالنسبة لنا البحر هو يكون في ظهرنا، هيك كانوا يقولوا، يعني انه ظاهرنا لازم يكون للبحر. ليه؟ لانه في البحر هناك ممكن تجينا امدادات، ممكن تجينا امدادات عسكريه، السفن البريطانيه موجوده في البحر، السفن الغربيه اللي دعمت الصهاينه في الفتره هذه كانت موجوده في البحر. على كل حال الطبيب اللي كان رافق العصابات الصهيونيه، واحنا بنحكي عن اطباء الجايين من بريطانيا ومن المانيا ومن اوروبا، هم اطباء يعني اكفاء، يعني اطباء مش بسيطين، شاطرين بيعرفوا، وفي جزء منهم أطباء بريطانيين يعني ماله بالمرة مش صهاينة، ولكن كانوا في خدمة الحكومة البريطانية، فقدموا خدمة لمين؟ للعصابات الصهيونية. فكان جزء من العصابات الصهيونية في أثناء قتالهم في المناطق اللي ما بين البحر والجبل الكرمل وبالضبط وين المستنقعات، أصيبوا بالمرض الملاريا. المشكلة كانت إنه الأطباء كانوا أكفاء، وقالوا طب ليش إحنا نصاب بالملاريا؟ وفي قرية بلد على البحر ملاصقة للمستنقعات وملاصقة للمياه وتجمعات المياه، ما بسيبهم ملاريا. إيه شو القصة؟ شو مين هذول؟ شو بأكلوا؟ شو بيشربوا؟ فكانوا اليهود الأطباء اللي معهم راحوا فحصوا وتأكدوا من إنه أهل جسر الزكاة لا يصابون بالملاريا. اللي بينقل الملاريا هو البعوض الموجود في المستنقعات. طبعاً الأطباء وتوصلوا نتيجة إنه في هناك عند السكان هذه البلدة في عندهم تلسيميا من نوع معين. أعتقد إنه أحد الأطباء أحكى لي إنه التلسيميا تسمى تلسيميا المنجل، يعني شكلها زي المنجل. المنجلية. وهذه لا تصيب
ما تصيب أهل جسر الزرقاء. والسبب إنه السبب هو علمي، علمي فيش عليه نقاش وما نقاشش عليه. فكان هناك قرار من العصابات الصهيونية إنه والله اسمعوا، بما إنهم عندهم فكر عنصري، فكر استعبادي للبشر، فأحكوا تعالوا تنستغل هذه البلدة ونقولهم أنتوا خدمين عنا، أنتوا عبيد عنا، ونخليهم إحنا رايحين نعتاز عبيد وخدمين ومزارعين وفلاحين وبنائين وكل هذه الأمور. وهذا هذا الفكر هو فكر إيش؟ فكر عنصري على فكرة، ولكن أحيانا، ولكن سبحان الله الفكر العنصري لا يدوم. يعني العنصري لأنه خطأ، الأصل خطأ. في كل الأحوال كان هناك قرار بعدم مهاجمة وقتل وطرد أهل سكان جسر الزرقاء، جسر الزرقاء نحكيها إحنا، لسبب بسيط جدا، إنه رايحين نستخدم هذه سكان أهل البلد هذه في خدمتنا، ورايحين نكونوا عبيد عنا على أساس إنه لا يصابون في المرض الملاريا، وإحنا عاوزينهم. عنا مناطق شاسعة طهرناها، مسحناها، طردنا أهلها، وهذه المنطقة بدنا الناس يشتغلوا فيها، وفيش إمكانية إنه إحنا نشتغل فيها إلا إذا استخدمنا ناس من جسر الزرقاء. في كل الأحوال لحد هلأ سكانها نعم. عرب كلهم؟ صحيح، سكان جسر الزرقاء كلهم عرب دون استثناء. كانت حوالي ألف شخص، وربما أقل من ألف شخص في 48، اليوم 15 ألف شخص، 15 ألف نفس تعيش في جسر الزرقاء. فبس مشان تكونوا عندكم معلومة، من سنة 1948 لحد اليوم، طبعا مش لحد اليوم، لحد قبل كذا سنين، كانت الحكومة الإسرائيلية تعمل على إقناع أهل سكان جزر الزرقاء إنه والله أنتوا ما لكم علاقة وطيدي في الشعب الفلسطيني، على أساس إنه أصولكم مش بالضبط فلسطيني. وهل هم مجرب هالقصص هذه بفرق تسود؟ يعني بتعرف سياستهم فرق تسود، فبرجعوا لك على أصول جدود جدودك، وأصلا هو غلط يعني مش منه، ولكن بيستغلوا هذه الفرصة على أساس إنه إيش، يحاولوا فرق، يستخدموا ما يسمى بالفرق تسود. طيب هذه البلدة موجودة اليوم، البلدة الوحيدة العربية بشكل تام. يعني أنا ما بحكي عن عكا أو حيفا أو يافا، هذه بلدان مختلطة ولغالبية لليهود. أنا بحكي لك عن جسر الزرقاء، هي بلد كلها عربية، 15 ألف نفس تعيش على شاطئ البحر، فلسطينية كلها من الألف للياء دون استثناء. أما بخصوص الدعاية، فكرة أنك تعرف الدعاية الصهيونية اللي حاولت تعمل غسيل دماغ للناس، إشي مضحك. جسر الزرقاء تقع على شارع رقم 2، شارع رقم 2 اللي هو موجود يربط تل أبيب بحيفا، شارع رقم 1 يربط تل أبيب بالقدس. أوكي، شارع رقم 2 هو من أهم الشوارع في إسرائيل، لأنه هو ينطلق من تل أبيب بمحاذاة البحر باتجاه حيفا بمحاذاة البحر، شارع رقم 2. وطبعا يفتخرون اليهود على مدار السنين أن هذا الشارع لا يمكن إغلاقه، شارع يمر ما بين بلدات يهودية خالصة دون أي إزعاج من أي عربي، هيك بيحكوا. في هبة أكتوبر سنة 2000، في هبة أكتوبر إحنا مسمينها عنا في الداخل مسميها هبة أكتوبر، وهي كانت هبة أكتوبر، هي كانت بخصوص أيام شارون اقتحم المسجد الأقصى. شارون الرئيس الحكومي السابق اللي راح خلصنا منه، والجزار، يعني احنا لازم نسميه الجزار أريك شارون. الله يرده باختصار، الله يرده هيك يا سيدي بكل، وانا راح اعيد. فكان اول الذين هبوا لنصرة الاقصى هم اهل جسر الزرقاء. ومش بس هيك، قطعوا شارع رقم 2، يعني في نهاية الأمر، يعني في بعض السياسيين وبعض المعلقين، لأنهم على الحدود يعني بحدهم الشارع بالضبط. يعني إحنا، أنت لازم تتصور إنه إحنا الفلسطينيين يعني في داخل يوم نتظاهر، شو من الظهر، وين نروح، وين نيجي، نخرج. أعطيكم فكرة كيف العالم تتظاهر عندنا، يعني الناس تتظاهر، بتخرج، بتسكر شارع رئيسي،
بتقطع الاتصال ما بين مدينة ومدينة. وهذه على فكرة كانت أيام من 48 وقبل 48 خلال المعارك، ولكن كانت أيامها بجوز في شوية قواريد وشوية رصاص وشوية سلاح اليوم تشمعنا، ولكن القصد أنه إحنا بنخرج بالظاهر نقطع شارع أو طريق معين يربط بين مدن يهودية. ستوب هوب، استنوا يا جماعة الخير، إحنا مش جماعة الخير، هم استنوا جماعة الخير، أصحابنا حبايبنا أهلنا، إحنا موجودين، إحنا أصحاب الأرض، إحنا أهل الأرض، الأرض بتحكي عربي، أحفر في الأرض تلكها بتحكي عربي فعلا، تلك الآثار عربية، تلك آثار كنعانية، آثار فلسطينية، آثار شو بدك. طبعا الإشي الوحيد مش رح تلكها الآثار اليهودية، هذا إشي مفروغ منه يعني. بدي أسألك جسر سؤال، كسنت نعم بدي أسألك سؤال، جنوب جسر الزر أنا شايف البحر من يمينها والشارع من شمالها، وشمالها في مستنقعات وأماكن زراعية، وجنوبها سيزاريا، يعني ما في مجال للتمدد في هذه القرية. أيوة، للأسف الشديد جسر الزرقاء بلد فقير. أنا مش من جسر الزرقاء، وقديش كنت حابب يكون معنا شخص من جسر الزرقاء، ولكن إن شاء الله في حلقات أخرى راح يكون معنا شخص. جسر الزرقاء بلد فقيري، والسبب كل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني حوصرت بطريقة معينة، حوصرت عن طريق تعبيد فتح شوارع من جهاتها الأربعة، أو وضع جدران أو وضع مستوطنات مشان ما تتمددش وتتوسعش. بشكل عام كل البلدات العربية دون استثناء، فجسر الزرقاء وضع شارع رقم 2 برج تل أبيب بحيث الجهة الشرقية، للجهة الجنوبية توسعت مدينة كيسارية. وعلى فكرة مدينة كيسارية هي مدينة الأغنياء، أو مدينة الأشخاص مثل نتنياهو وحكام إسرائيل بيحبوا يسكنوا فيها، على أساس أنها مدينة على البحر تكثر فيها الفلل وما إلى ذلك. وضعوا سور بينهم، يعني حطوا سور عالي هيك كبير في شمال كيسارية، وفصلها عن جسر الزرقاء. وفي جهة الشمال في عندك كيبوتسات اللي هي يقولوا لها كرة تعاونية. الكرة التعاونية قصة هذولا بيجوا أكثر يهود اللي أجوا من الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا ما أجوش في التسعينات، أجوا في الخمسينات والستينات، وكانت فكرة إقامة كرة تعاونية. الكرة التعاونية على معظم أعمالها ومعظم أشغالها هي بتكون بس في الزراعة. طبعاً الكرة اللي كانت بالشمال جسر الزرقاء هي في الزراعة، في تربية الأسماك وما إلى ذلك تشتغل. فبذلك حاصروا جسر الزرقاء، ولكن أنت تعلم إنه حتى الشارع اللي بحاصرنا أنت بتقدر تستخدمه برضو ورقة ضغط، يعني أنت لما تخرج وتسكر الشارع عام يعني مش بس هو الشارع راح يحاصرك، ولكن انت راح تحاصرهم فيه على اساس انه هو راح يكون الممر الرئيسي لهم. فسبحان الله، مثل ما كانت العنصريه تعمي، العنصريه والاستعباد والتكبر اعمت بصيرتهم في انه ابقوا جسر الزرقاء والحمد لله رب العالمين، كذلك الشارع رقم 2 فكروا انه بدهم يسكروا على اهل جسر الزرقاء، ولكن احنا اهل جسر الزرقاء واحد. طبعا اهلنا في جسر الزرقاء انه يخرجوا يتظاهروا بيسمعوا صوتهم لكل لرئيس الحكومي الإسرائيلي ولكل المسؤولين هناك، إنه استنوا شوي، إحنا موجودين، إحنا أهل الأرض، إحنا أصحاب الأرض، ومش كل شيء بدكم إياه راح يمشي، لأنه إحنا في عنا ورقة ضغط اللي هو الشارع الرئيسي تاعكم. يا عيني عليك. طبعا تحية إجلال وإكبار لأهلنا في جسر الزرقاء، وإن شاء الله بنقدر نزورها ونزور أهلها العظماء اللي زي ما حكينا بهذه القصة القصيرة ومعرفة قصيرة. احنا ان شاء الله حنكون مع الأستاذ زهري في حلقات أخرى. بشكرك باسمي وباسم كل من يحضر هذه الحلقة من مشاهدينا في كندا وشمال أمريكا بشكل عام. شكرا لك أخ زهري، وان شاء الله نراك في حلقة أخرى. سلام سلام دكتور جمال.